هذا الرجل نظرته للأنثى غريبة جدا، يحركه جمال الأنثى تحريكا، وكثيرا ما يعطي الكثير من الآمال والوعود من أجل الوصول لغرض ما. يلا بينا. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين، وبرحب بيكم كده سريعا، وبقول للجديد برضو عرفنا بنفسه اللي بنضمنا برضو عشان نرحب بيه، وقناتنا على اليوتيوب محمد ابو زيد ونفس الاسم على الفيسبوك، يا ريت تشتركوا فيها، وكمان يا ريت تتابعوني على الانستجرام، الرابط دي متثبته في اول تعليق وصف الفيديو. ولو عايزيننا نكتر كلام عامه عن النوعيه دي من الحلقات او عن برج الجوزاء تحديدا الرجل او امراه، يا ريت تدوسوا لايك. اللايك هو المقياس الاول اللي بيعرفني حاجه زي كده. رجل برج الجوزاء رجل متلاعب، مش دايركت إطلاقا، ومتمكن في الأساليب الغير مباشرة، وكثيرا ما يعطي آمال ووعود للوصول إلى غرض ما. الغرض ده ممكن يكون خبيث وممكن يكون طيب، ممكن يكون كويس وممكن يكون وحش، ولكن اللي عايزين نوصل له من النقطة دي إن رجل برج الجوزاء في كثير من الأحيان هو رجل غير مباشر، وينتهج ويتبع سياسة اللف والدوران. ذكي جدا، اجتماعي جدا، دمه خفيف جدا، ما يغلبش، لو حطيته في مزنق بيعرف ازاي يطلع، ما تعرفش تزنقه، ما تعرفش تمسكه، ما تعرفش تغلطه، ولا يعترف بخطأه بسهولة. الرجل ده تحديدا نظرته للأنثى لو بنتكلم عن علاقته بالطرف الآخر، يعني الجمال، الوجه والجسد تحديدا لمفعول السحر عليه. واحنا كنا عملنا حلقة من يوم او اتنين وقلنا اكتر الرجال اللي ممكن يعني تختار الانثى بناء على جمالها الخارجي فقط. شوفوا كده تصنيف وترتيب رجل الجوزاء كان في المركز الكام، هسيب لكم الحلقة دي في اول تعليق ووصف الفيديو اللي يحب ان هو يطلع عليها. اذا رجل الجوزاء الاهتمام بتاعه تنازلي. يعني ايه تنازلي؟ يعني بيبدأ كده السقف بيوصل لأعلى حاجة ممكنة، بيهتم أوي في البداية ثم ينحدر 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 ينحدر، وإحنا بنصيبنا بقى معاه. ممكن حد يقول لي إن أي رجل في البداية بيبقى اهتمامه عالي. لا، مش أي رجل في البداية بيبقى اهتمامه عالي، في رجال الاهتمام بتاعها تصاعدي كده، زي مثلا بعض الرجال الترابية على سبيل المثال. إنما رجل برج الجوزاء من البداية، وعشان كده تنبهر الأنثى بيه انبهار شديد قوي وتصدم فيه بعد كده، وده اللي احنا كنا بنقوله، إن يعني بيكون راسم لها الدنيا وردي ويغازل وهو يجيد في فن الغزل. لذلك هو علاقته جميلة جدا بالذات في البدايات بالنساء النارية، لأنهم من عشاق المديح. النساء النارية بتحب اللي يحسسها بقيمتها أكتر من أي أنثى تانية مهما بلغت النقطة دي عندها. ورجل برج الجوزاء يفهم الحتة دي بسرعة ويدخل لها من المدخل ده، ما يحبش بسرعة ولكن يعجب بسهولة قوي. يعني رجل برج الجوزاء ممكن يمشي يخرج مشوار يجي 100 واحدة عاجبينه بس محبش ولا واحدة فيهم. هو رجل برج الجوزاء من الرجال دي. عشان كده لما أقولك إن صعب فعلا ان انت تملكي قلب الرجل ده، فعلا انا بعني ان الموضوع صعب بما تعنيه الكلمة من معنى، لانه متعب في العاطفة، عينه زايغة شوية من الرجال اللي تخدع بالمظاهر او اللي يهمها المظاهر او اللي بتحب المظاهر. يعني لو انت انثى مرتبطة برجل الجوزاء ما يكونش تركيزك على الجانب الداخلي اكتر، لأن صدقيني هتتعبي على الفاضي. لا، لازم الجانب الخارجي يكون ليه اهتمام كبير قوي ونصيب كبير قوي، لأن الراجل ده عينيه تقريبا وتركيزه يعني بنسبة كبيرة قوي بيكون على الجانب ده، مش على داخلك زي ما بيبص على مظهرك الخارجي. ورجل برج الجوزاء يعني تلاقيه عايز الحاجة مظبوطة، تخنت شوية ما يحبش كده، يعني دايما يحبك محافظة على جمالك وانوثتك. لو انت بتحبيه وعايزه تكملي معاه، احنا بندوكي اسراره وبنقولك على مفاتيحه، يعني بننورك زي ما احنا بنقول. سريع التقييم، يعني الرجل ده بيحكم على اللي قدامه ممكن من اول موقف، سريع هو في الحته دي، انما مش شيال، مش حقود وقلبه اسود يعني وما بينساش ويفضل فاكرها لك، مش انتقام. يعني هو مش رجل
انتقامي زي مثلا الرجال المائية على سبيل المثال. العيوب بقى اللي ممكن نقول يعني صعبة شوية في شخصية الرجل ده على الأنثى تحديدا، سنة غرور أو سنتين ثلاثة عشان نكون منصفين، يعني ممكن غرور بلا داعي، كمان لحب الغرور، يعني هو بيجد لذة في الشعور ده عامة رجل برج الجوزاء، وبعض الأنانية، يعني رجل برج الجوزاء يحب نفسه شوية، ثلاثة أربعة خمسة ستة لا يحب نفسه كتير، مش يحب نفسه شوية، ودي هتلاحظيها بعد فترة انت في التعامل معاه، لأنه ممكن بذكائه ومناوراته في البداية ما يحسسكيش بحاجة زي كده، ولكن بعد فترة ومع طول العشرة هتلمس النقطة دي منه قوي، وممكن تنزعج قوي للأسف. يعني رجل برج الجوزاء مش سلس في التعامل لأنه مش دايركت، مش مباشر زي ما قلنا، ولكن هو في صفات تانية جميلة، قلنا ان هو اجتماعي، قلنا ان هو فرفوش مش نكدي وكده، برضو يعني نقدر نقول ابعدي عن النكد، ابعدي انك تكوني من الانثى اللي بتكبر المواضيع، واي حاجة بتزعل بسرعة وعايزة ان هو يجي يصالحها، وما تخنقهوش بكثرة الاسئلة والتدخل في تفاصيل حياته، ومن هذا المنطلق علاقته مع النساء الترابية متوترة جدا، يعني يقول لك انا ايه يوجع دماغي، هتعامل مثلا مع انثى برج الجدي او الطور او العذراء، هي نساء العلاقة دايما بينها وبين الرجل ده متوترة، لانها اكتر النساء اللي تدق وتحلل وعقلانية زيادة عن اللزوم، والكلام ده مع رجل الجوزاء يخليه يحس ان هو محبوس جوه القفص، وده احساس ما بيطقوش ابدا. ونصيحة اخيرة لك كأنثى، عشان لو انت بتتعاملي مع رجل برج الجوزاء، اكسر الروتين على قد ما تقدري، رجل زهوق من الروتين بدرجة فوق ما تتخيل، غيري كل فترة كده، غيري من تسريحة شعرك، من ستايلك، من طريقة تنظيم البيت، على قد ما تقدري غيري، لأنه الروتين بالنسبة له قاتل من الدرجة الأولى، يمكن من أكثر الرجال إن لم يكن أكثرها اللي ما يحبش الروتين والمتمرد عليه. اللي نسي يدعم الحلقة بلايك يدعمها بلايك، زي ما قلنا لو عايزين إن احنا يعني نهتم ببرج الجوزاء عامة أكثر، ونهتم بالنوعية دي من المواضيع أكثر، وتابعوني كمان على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، الروابط دي متثبتة في أول تعليق وصف الفيديو، هتوحشونا جدا، وكل سنة وأنتم طيبين. هذا الرجل نظرته للأنثى غريبة جدا، يحركه جمال الأنثى تحريكا، وكثيرا ما يعطي الكثير من الآمال والوعود من أجل الوصول لغرض ما.